مرحبا أصدقاء في هذا الفيديو سنقدم لكم تجميعة الألعاب الأقوى بسعر 200 دولار نعلم أن هذا السعر قد يكون تحديا ولكن سنحاول جاهدين تجميع جهاز قوي في هذا النطاق السعري قبل البدء يرجى ملاحظة أن الأسعار والتوافر قد يختلفان من منطقة إلى أخرى لذا يفضل البحث عن العروض المتحة في منطقتك لنبدأ أول مكون في تجميعتنا هو المعالج سي بي نوصي باختيار إي Ryzen دي رايزن 32200 جي، والذي يتمتع بأداء ممتاز وسعر مناسب بحوالي 80 دولار نقطة بالطبع. دعوني أقدم لكم شرحاً حول مواصفات المعالج إي Ryzen دي رايزن 32200 جي، واحد التردد. يعمل المعالج بتردد قاعدة يبلغ 3.5 جيجا هرتز كما يتوفر وضع توربو بوست يمكنه رفع التردد إلى 3.7 جيجا هرتز في حالة الحاجة إلى أداء أعلى. 2. النواة والخيوط يتميز المعالج بأربعة نوية كود كور مما يعني أنه يمتلك أربعة وحدات معالجة فعلية. وهذا يسمح بمعالجة ألمهام بفعالية وسلاسة ثلاثة. الكاشو يحتوي المعالج على ذاكرة تخزين مؤقتة كاش بحجم إجمالي يبلغ 6 ميجابايت. يساعد الكاش في زيادة سرعة وكفاءة المعالجة عن طريق تخزين البيانات المؤقتة قرب وحدات المعالجة 4. الرسومات المدمجة يتضمن لمعالجة وحدة معالجة رسومات مدمجة من سلسلة AMD Radeon فاتيكي هذه الوحدة الرسومية المدمجة توفر أداء جيدا للرسومات وتدعم تشغيل الألعاب وتطبيقات الوسائط المتعددة بشكل مرض. 5. دعم الذاكرة. يدعم المعالج ذواكر دي دي جور 4 بسرعة تصل إلى 2933 ميجا هرتز. يمكنك ترقية الذاكرة لزيادة الأدئة والتعامل مع التطبيقات الشديدة على الذاكرة. 6. مقبس المعالجة. استخدم المعالجة مقبس أم 4. وهو مقبس شائع يدعم مجموعة واسعة من لوحة الأم التي تعمل بمعالجات AMD. هذه هي بعض المواصفات الرئيسية لمعالج فتا ام دي رايزن 32200 جي يعتبر هذا المعالج خيارا جيدا للمستخدمين ذوي الميزانيه ثم ننتقل الى اللوحه الأم Motherboard في هذا الحواله نوصي باختيار اسوس بريم اي 320 ام شرطه كيها والتي تتوفر بسعر تقريبي قدره 60 دولارا. إنها توفر الميزات الأساسية وتتعامل بشكل جيد مع المعالج الذي اخترناه. والآن دعونا نتحدث عن وحدة المعالجة الرسومية GPU بميزانيتنا المحدودة. نقترح استخدام انفيديا جي فورس جي تي اكس 1050 تي والتي توفر أدياً جيدا في الألعاب بسعر تقريبي قدرها 150 دولارا. لضمان أداء سلس وسرعة استجابة يجب أن نخصص جزءاً من ميزانيتنا لذاكرة الوصول العشوائي رام، اختر ذاكرة رام بحجم 8 جيجا بايت 2 إكس 4 جي بي من نوع دي دي 4 ستكلفك حوالي 60 دولاراً، بالنسبة لوحدة التخزين نوصي باستخدام قرص صلب اتش دي دي بسعة 1 تيرابيت والذي يتوفر بسعر تقريبي قدرها 50 دولاراً. ستكون لديك مساحة وفيرة لتخزين الألعاب والملف. تجميعة الألعاب التي تم ذكرها بسعر 200 دولار تعتبر قوية نسبيا للميزانية المحدودة بالنسبة للألعاب التي يمكن تشغيلها ومعدل الإطارات FPS المتوقع فإنها ستعتمد على عوامل عديدة مثل إعدادات اللعبة والدقة والتحسينات لمستخدم. مع معالج AMD دي رايزن g جي ووحدتنا لمعالجة لرسومية لمدمجة ام دي رادي فريكي يمكنك تشغيل العديد من الألعاب الشائعة والأقدم بإعدادات منخفضة إلى متوسطة. إليك بعض الأمثلة على العاب شهيرة ومتوسط معدل الإطارات المتوقع، واحد فورتنايت. يمكنك تشغيلها على إعدادات منخفضة إلى متوسطة بمعدل إطارات يتراوح بين من 40 إلى 60 الف بيس 2. ليك اوف ليجندز يمكنك تشغيلها على إعدادات عالية بمعدل إطارات يتجاوز 60 FPS 3 Counter Strike لو بلفانسف يمكنك تشغيلها على إعدادات عالية بمعدل إطارات يتجاوز 60 FPS 4 Minecraft يمكنك تشغيلها على إعدادة متوسطة بمعدل إطارات يتجاوز 60 FPS 5 GTA في يمكنك تشغيلها على إعدادات منخفضة إلى متوسطة بمعدل إطارات يتراوح بين من 30 إلى 50 FPS بالطبع. هنا بعض الألعاب الأخرى التي يمكن تشغيلها بتجميعة الميزانية الخاصة بنا. واحد أو ووتش. يمكنك تشغيلها على إعدادات منخفضة إلى متوسطة بمعدل إطارات يتراوح بين من 40 إلى 60 FPS. اثنان روكت ليك يمكنك تشغيلها على اعدادات عالية بمعدل اطارات يتجاوز 60 FPS، 3 راين بوسس سيدج يمكنك تشغيلها على اعدادات منخفضة إلى متوسطة بمعدل اطارات يتراوح بين من 40 إلى 60 FPS، 4 ايبادكس ليجينز يمكنك تشغيلها على اعدادات منخفضة بمعدل اطارات يتجاوز 60 FPS، 5 فاليريانت يمكنك تشغيلها على إعدادات عالية بمعدل إطارات يتجاوز 60 FPS بي اس 6 The Witcher 3 ويدهانت يمكنك تشغيلها على إعدادات منخفضة إلى متوسطة بمعدل إطارات يتراوح بين من 30 إلى 40 FPS بي اس 7 Assassin's Creed DC يمكنك تشغيلها على اعدادتي منخفضة بمعدل إطارات يتجاوز 30 FPS بي اس مع العلم أنه قد يتطلب بعض الألعاب الحديثة إجراء بعض التحسينات أو التخفيضات في الإعدادات الرسومية للحصول على أداء سلس ومستقر، من الأفضل دائمًا التحقق من متطلبات النظام اللازمة لكل لعبة قبل شرائها للتأكد من توافقها مع مواصفات جهازك. يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام هي تقديرات وقد تختلف في الواقع بناءً على تكوين النظام وإعدادات اللعبة والتحديثات الأخيرة. قد يكون من المفيد زيادة ذاكرة الوصول العشوائي رام إلى 16 جيجا بايتة لتحسين الأداء في بعض الألعاب المتطلبة.